السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، في صحه جيده ان شاء الله. نهار جديد، وصفه جديده على القناه، وصفات امي امن ناجحه. غادي نشارك معكم هاد المملحات اللي كيجيو رائعين بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوهم طبعا، وتردوا عليا الخبر. ساهلين ماهلين على الطريقه ديال المسمن، ولكن كيجيو رائعين. نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بالنسبه ليا انا خديت هنايا واحد الكاس اللي عبرت به دقيق الفينو، ونفسه عبرت به الدقيق ديال الفرص. درت واحد الكميه متساويه ما بين دقيق الفرص ودقيق القمح. المهم هذا الكاس عندي فيه تقريبا واحد 250 غرام، وتقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا. ضفت عليهم القياس ديال معلقه صغيره عامره مزيان ديال الملحه، ومعلقه صغيره عامره مزيان ديال الخميره ديال الحلوه. وهنا غادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال العسل ولا السكر اللي بغيتو، باش كناخذو داك اللون في الفطائر ديالنا. وغادي نزيد عليهم جوج معالق كبار عامرين ديال الخل. الخل هنا كيخليهم كيجيو مقرمشين وكيتفتتو بوحديتهم من بعد ما كيطيبو. هذا هو الضرو ديال الخل، وكذلك البياض ديال البيضه وحده. هاد العجين فيها الخل وفيها البيض، هاد الجوج عناصر هما اللي كيعاونوها وكيخليوها كتجي يعني في الفران مورقه ومقرمشه من الداخل، مورقه ومن برا مقرمشه. صافي كنجمع العجينه ديالي بالماء اللي كيكون دافي يعني ماشي سخون، غير دافي هكا شويه، ونخليها غير جمعتها ما يعني ما دلكتهاش. غادي نديرها في البلاستيكه، والبلاستيكه راها كدلك راسها براسها. غادي نخليها كترتاح، المهم بحال الطريقه ديال المسمن كنخليوها كترتاح باش كتعطينا يعني داك العجينه مدلوكه ونقدروا نتحكموا فيها كيف ما بغينا. بالنسبه للحشوه انا اختاريت هنايا، درت الحشوه اللي درت معكم، غادي نديروها ان شاء الله بالكفته. اختاريت هنا خديت واحد جوج معالق ولا جوج مغرفات ديال زيت الزيتون، وضفت عليهم الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء، هذوك عندي قطعتهم بالهشوار، مع بصله حتى هي رقيقه مزيان حتى هي مقطعه بالهشوار. هنا عندي القزبر والمعدنوس والثومه، كيف ما كتشوفوا انا طحنتهم في الهشوار وزدت عليهم الزويته بلديه وشويه ديال الملحه، وكنحتفظ بهم في الثلاجه. كتجيني هاد الشرميله ساهله، فين ما كنبغي ندير الحوت ولا ندير شي حاجه كنديرها فيها. راه كتهنيكم ديك كل مره كتقطعي القزبر وداكشي، وهذه طريقه غير بغيت نقولها لكم. هنا تبلتهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وخليتهم كينزلوا. من بعد ضفت عليهم واحد الكميه ديال الكفته، طبعا الكميه كتبقى على حسابكم واللي بغيتو. ونخليها نحاول نفرتت ديك الكفته هكا كيف ما كتشوفوا يعني في الحشوه، باش ما تجينيش باش ما تقطعش ليا العجين، ضروري نفرتتوها. وتبلتها بشويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون، شويه ديال الصلصه ديال الصوجا طبعا الا بغيتو، والا كانت زيدوها راه كتزي واحد يعني كتعطي واحد البنه حتى هي، واحد الاضافه كتكون زوينه. صافي كنخلي الحشوه ديالي هنايا حتى كطيب على راحتها وكتنشف. هنا زدت انا شويه ديال كورنيشو مقطع رقيق ولا الزيتون اللي بغيتو. كنشوف الحشوه ديالي نشفات تماما، كنطفي عليها، وعاد كنضيف ليها واحد الكميه عفوا كميه من الفرماج اللي بغيتو. انا ضفت هنا البارموزون، واللي بغيتو نتوما غديفوها. وكنخليها على جنب حتى كتبرد. كنرجع العجينه ديالي كيف ما كتشوفوها، الشكل ديالها كي كيتغير يعني كترجع مدلوكه بوحديتها في ديك البلاستيكه. وغادي نشكل منها كويرات هكا اللي صغار، نستعنوا بشويه ديال الزيت في الاول. المهم انا درتهم هنا صغيورين، كيبقى لكم يعني اللي بغيتو تكبروا الكويرات بغيتو تصغروهم، انا درتهم صغيورين هنا كيف ما كتشوفوا. صافي كنكورهم حتى كنكمل هاد العجينه ديالي كلها بالتكوار، ومن بعد غادي ندوزو ان شاء الله باش نورقوها. خليتها ارتاحت بعد واحد شويه، غطيتها بالبلاستيكه وخليتها ارتاحت باش تساعدني انني نطلقها بالزربه، حتى ارتاحت ما عرفتش بالضبط شحال ديال الوقت اللي خليتها. المهم خليوها الوقت ديال 10 دقائق 15 دقيقه هكاك، حتى تحسوا بانها ارتاحت وتقدروا تحكموا فيها، عاد دوزوا بسطوها. صافي عندي الزيت هنا وعندي الزبده ذوبتها،
وكنبسط العجينه ديالي بحال الطريقه ديال المسمن. كنحاول انني نبسطها مزيان ونخليها تكون رقيقه باش كتجيني مرقه في ال... يعني في ال... في الفرن كتورق من كتكون العجينه هكا خفيفه ورقيقه. صافي، من بعد كنطويها الطويه ديال المسمنه عاديه على اربعه كيف ما كتشوفوا. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنطويهم بهذا الشكل كلهم، عاد كندوز نعمرهم. المهم طريقه سهله وبسيطه صراحه، ولكن كيجيو مزيونين صراحه الله، كيجيو مزيونين بزاف بزاف، غير جربوهم على حسابي. صافيت كيف ما شفتو، انا كنستمر بال يعني من بعد ما كنبسط الكوره ديالي يعني كنورقها بالزبده. راني صايمه، كنورقها بالزبده وصافيت، وكنحطها على جنب. صافيت هنايا غادي ندوزو العجينه ديالي باش غادي نعمروها. انتما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير، كتكون ترخات وكتكون العجينه ولات معنا زوينه بزاف. صافي الحشوه ديالي ها هي كيف ما كتشوفوها راه بارده. ندوز دابا غادي نعمر هاد المسمنات ولا هاد الفطائر ديالي من بعد ما كنبسطهم هكا شويه. حاولوا تبسطوهم من الجناب بزاف، يعني من الجناب بسطوهم وخليو ماشي تخليو الوسط غليظ غليظ، وانما حاولوا ترققوا الجنيبات هكا، لان كنطويوهم وكتجي وحده على وحده، من الاحسن يكونوا رقاق مزيان كيف ما كتشوفوا. هذه الطريقه ديال الطي سهله، كنحطوا الحشوه في الوسط وكنطويو هذوك الجنيبات. بامكانكم تحطوهم على وجههم ولا تحطوهم على ظهرهم اللي بغيتو، المهم لكم الاختيار. كيف ما شفتوا حاولوا تنيو هذوك الطبيق الجنيبات بزاف يعني تبسطوهم مزيان. صافي، وكتجيبوا هذيك الجنب ولا هذيك الجنب ولا اخر لاخر، الطريقه راها واضحه وبسيطه وسهله بزاف بزاف. صافي، كنستمر حتى كنعمر هذوك الفطائر ديالي ولا هذوك المملحات كلهم. من بعد انا خليت هنايا قطعه الفلفل حمراء مربعات وزينت بها هكا حطيتها، واللي بغيتو نتوما تقدروا تقلبوهم حتى على الوجه الاخر وتقدروا تخليهم هكا الشكل اللي بغيتو. تقدروا ديروا فيهم، عندي هنايا وهداك الصفر البيض اللي خليته بريما، ضفت عليه واحد شويه ديال الخل وكندهن هاد الفطائر ديالي، ودرت ليهم هكا شويه ديال الزلجان من الفوق. بالنسبه للفران شعلته على 220 درجه من التحت ومن الفوق، يعني خليته سخن مزيان، عاد دخلت ليه هاد الفطائر. ملي دخلت ليهم ليه يعني كيبانوا لي داك الفطائر ديالي كيتنفخوا، يعني هما كيتورقوا من الداخل كيطلعوا. في الاخر قللت شويه، خليتهم هكا شي 5 دقائق على ديك العافيه مجهده، ومن بعد عاد قللت ليهم 180 وخليتهم كيطيبوا على راحتهم. ومن بعد كنخرجوهم، كيكون هذا هو الشكل ديالهم، غزال بزاف. المهم نتمنى انكم تجربوهم وتخليوا لي في التعليق كيف جاوكم. مع السلامه.